يمكن إذا بتقول لأي شخص بدي يروح لعند طبيب نفسي ببعض المجتمعات بينظر لك نظرة غريبة، وكأنك ببداية رحلة بعالم الجنون. مجتمعاتنا ما زالت بتوضع الأشخاص يلي بيعانوا من مرض نفسي بخانة الأشخاص غير الطبيعيين أو المجانين مثل ما بيقول البعض. ولكن المرض النفسي مثله مثل أي مرض تاني بيصيب الجسم، بحاجة لأطباء مختصين ليتشخص بطريقة صحيحة وينوصف له العلاج المناسب. شي مرة زرت شي طبيب نفسي؟ هلا ولا مرة؟ لا والله ما زرت له والله أبدا. هلا أساسا يعني حتى لو بدي زور، يعني ما بظن أنه في بني آدم عاقل رح يزور بهذا المجتمع ويجي يقول أنه أنا بصراحة زرت دكتور نفسي. والله للأسف لحد الآن ولا مرة، بس بتمنى، يعني هي شغلة حلوة ما أنا شغلة معيبة. للأسف مجتمعاتنا بتفهم الموضوع بشكل خاطئ، كلنا في عنا جانب نفسي نوعا ما فيه نقص أو فيه صدمة، أو ممكن يكون من الصغر شغلة مأثرة فينا، فوبيا ممكن شيء معين ما عم يخلينا نتطور عمليا أو علميا. موضوع نفسي ممكن صغير يأثر علينا بشكل كبير، فهي شغلة ممتازة، شغلة إيجابية. عنا بالمجتمع يفكروا إنه المجنون بس يلي بيروح عند دكتور نفسي. لا بالعكس، هاي فكرة ما بحبذها أنا أبدا، ولازم الواحد بس يحس حاله إنه تصرفاته بلشت ما تكون صح، أو عنده شيء نقص، أو أحيانا بيكون حاسس حاله حزين، أو مثلا عنده مشاكل أو ضغوطات، ففي يروح عند الدكتور وهو ممكن يساعده. يعني بالنهاية هذا مجاله، يعني هو طبيب وكتير شغلة جيدة وحلوة. منظمة الصحة العالمية بتعرف الصحة النفسية بأن حالة من العافية بيقدر من خلال كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية، والعمل بشكل منتج ومفيد، والإسهام بمجتمعه المحلي. ويبدو أنه كتار صاروا بحاجة لزيارة طبيب نفسي من بعد الكوارث الكبيرة يلي حملتها مع 2020. الغلاء هذا والعيش الصعب، ولا كل العالم بده جن، كل العالم بده تمرض. ايه كلنا بدنا. ايه بتوقع انه ممكن اي ازمه، ممكن، ايه ليش لا؟ ما هو الطبيب بالنهايه، الطبيب هو مثل باقي الاطباء، باقي الاختصاصات. فايه بتوقع يعني بالعكس احيانا بقول انه لازم. المرض نفسي ما بتعرف شو بيأدي، يعني بجوز يعني يغلط غلطه كبيره مع الاشخاص الاخرين. موضوع المريض النفسي قد يكون ظروف، مو هو بالضرورة أنه والله واحد زار دكتور نفسي فهو يعني مختل أو ممكن يأذي حدا أو غيره، تمام؟ بس بينما هذا المجتمع ما هو واعي.